رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ده، عايز بس ارجع اكمل تاني على ما كنا بنقول للسيد رئيس الوزراء، يا ريت بقى نتعلم. يعني ما المفترض ان احنا مش هنقعد نتعلم، يعني ده المثل بيقول اللي يتسع من الشوربه ينفخ في الزبادي، ده دلوقتي بينفخ في الايس كريم مش في الزبادي كمان. طب احنا نتعلم بقى من بعد الحكايه دي، ما نخلي وزير الزراعه اللي جاي ده بالتحديدا نقول له يا عم الاكتفاء الذاتي، احنا عايزين اكتفاء ذاتي في القمح، حقنا ما نبش ايدينا في بق حد ولا تحت رحمه حد ولا حد يتحكم فينا، بنزرع قمحنا ونزرع الفول بتاعنا والعدس بتاعنا وكده يعني. ده الجزء الثاني بقول للسيد رئيس الوزراء برضه، ويعني والنبي ما تكسروا بخاطر مصر وسيبوا القضيه ديت واي قضيه ثانيه فيها شبهه فساد سيبوها تاخد مداها، وما فيش حد كبير. لو تعرفوا الناس فرحانين قد ايه، وما تخسروش بنفس المصريين ونسيب حاجه وناخد حاجه، يا ريت نعمل ده. والكلام ده كنت بتكلمه النهارده بالتليفون مع اخويا وصديقي الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد امين، كنت بنتناقش في كذا حاجه كده، فبنتكلم في هذا الموضوع وده سر ده، وكنت بتناقش معاه في المقال اللي كان كاتبه النهارده في المصري اليوم، وهو انا قلت له لا خلاص نتكلم بالليل بقى في البرنامج. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا استاذنا، وان شاء الله تكون بخير ومصر كلها بخير وامان ونظافه وشرف باذن الله. باذن الله. انت النهارده كنت كاتب بتتكلم يعني ايه في نفس السياق، يعني خلاص يعني خلاص يعني كل واحد دلوقتي عمل حاجه عليه ان يتحمل ما فعله، وفي الاول وفي الاخر لا يحق للحق. انما في كذا نقطه ان احنا ما هو يعني انا عايز اسال حضرتك الدرس المستفاد، او ايه الاستفاده اللي احنا استفدناها من حاجه زي دي؟ هنغلط نفس الغلطه ونجيب اهل الثقه في الوزراء او المسؤولين ايا كان موقعه، ولا هنبتدي نشوف حاجه تانية؟ والله المفروض بقى ده تكون بدايه ان احنا نشوف نبحث عن الناس اللي هي تبقى كفئه ونظيفه وشريفه ومحترمه لانها بتمثل مصر. يعني في الاول وفي الاخر سقوط وزير ان كان يعني ان النظام يطهر نفسه، فهو في الجانب الاخر بيلقي بظلال سيئه على الحياه حواليك وبيقول لك البلد فيها فساد وكذا وكذا. فكنا في غنى ونحن نبحث في امور اي تشكيل وزاري او تعديل وزاري او تغيير وزاري او اختيار حتى وزير واحد، ان احنا نخضعه للفحص ونخضعه للدراسه. واحنا الحقيقه عندنا اجهزه رقابيه يعني بلا حدود وبلا حصر. انا بكمل الموضوع بتاع النهارده في مقال لبكره. الحقيقه النهارده الاتصالات كانت كثيره جدا جدا حقيقه، يعني ليست دعاء. وانا قسمت الاتصالات دي ثلاث اتجاهات. اتجاه بيتكلم عن الاعلاميين وما قالوا اليه الان، واصبحت مهنه البحث عن المتاعب مهنه البحث عن الملايين. الجانب الاخر، الاتجاه الاخر في الاتصالات بيتكلم عن الوزراء والمحافظين، وبيتكلم عن اسماء اخرى من الوزراء واسماء اخرى من المحافظين بيستغلوا نفوذهم ويتربحوا من اعمالهم. الاتجاه الثالث بيتكلم عن الاجهزه الرقابيه ذاتها، وبيقول حاجه من اثنين: الاجهزه دي اما انها قدمت تقارير فعلا عن هذا الوزير وغيره من الوزراء الموجودين في حكومه المهندس ابراهيم محلب، وقالت ان دول لا يصلحوا، وبالتالي نبقى نسال السؤال الاخر: هم مين اللي خدهم وضرب بالتقارير عرض الحائط؟ او ان هم قالوا ان هم يصلحوا للعمل وان هم لا غبار عليهم، ودلوقتي احنا لازم نحاكم حد من الاثنين، اما ان واحد خدهم ضرب بالتقارير دي عرض الحائط، او انه الاجهزه الرقابيه هي التي ضللت من يختار اساسا وقالت ان هم صالحين. لانه الفاسد زي ما حضرتك قلت ما بيطلعش في يوم وليله، يعني مش احنا فوجئنا الصبح انه فلان فاسد، لا ده بيبقى في سلسله وفي تراكم، وبيبقى في مؤشرات ومقدمات بتنتهي الى هذه النتائج. طيب استاذ محمد، اللي انا بقوله في مقال بكره بعد ان قلت اليوم: عودوا حفاة كما عرفناكم. يعني في ناس انت اكيد تعرفهم، انت مالك يعني ربنا يديك الصحه والعمر، يمكن اشتغلت 40 سنه على الاقل في بلاط صاحبه الجلاله.
سامعني يا استاذ؟ ايوه معاك 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 معاك. يعني إن انت اهو بعد 40 سنه خدمه، بعد 40 سنه على راي اللي بيقول خدمه في ثانوي، ما 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 عندكش ربع اللي عند ناس خدمتهم في الصحافه اقل من 10 سنين وتجربتهم وخبرتهم مش اكتر من 10 سنين. فاحنا عايزين نعرف الناس اللي بيدخلوا العمل الصحفي ويتربحوا منه او العمل الاعلامي، وعلى فكره حين اقول العمل الصحفي هو يعني الصحافه بشكلها العام، هي الصحافه المقروءه والمكتوبه والمسموعه والمرئيه والصحافه التلفزيونيه. فلازم الناس تبقى فاهمه حين نتحدث عن الصحافه، الصحافه هي الاشمل ويندرج تحتها الصحافه التلفزيونيه اللي حضرتك تمارسها وغيرك وغيرك وغيرك. احنا بنقول الناس الذين اثروا من العمل الصحفي، اثروا من العمل الاعلامي، يجب ان يخضعوا هم الاخرين الى الـ الـ الى الرقابه. ويتشاف جابوا الكلام ده منين؟ الكذب غير المشروع موجود. ونعرف الناس اللي خدت اشياء لا تخصها، تربحوا في وساطات وفي اعمال وساطه وفي تخليص وفي كذا، نقول لهم تعالوا ارجعوا كما كنتم لاصولكم. الحقيقه ده شيء لازم كلنا نحرص عليه. البلد دي لازم تبقى نظيفه، حتى لو كان فيها ما فيها احنا بنسعى ان احنا ننظف. فاحنا اقترحت بكره في نهايه المقال، في مقال بكره، نقول نعمل جزيره للفاسدين، نعمل جزيره كده للفاسدين او يعني تشبه الجمهوريه، ونتم ترحيل جميع الفاسدين فيها. بقول هذه الفكرة إن كانت رمزية أو خيالية فهي تبقى فكرة صالحة، خاصة إحنا عندنا دلوقتي في السجن جمهوريتين، جمهورية طرة الأولى برئاسة مبارك والثانية برئاسة مرسي، والجمهوريتين والحكومتين في طرة، السجن الآن لم يعد فيه مكان. إحنا عايزين نعمل جزيرة نحط الناس دي كلها فيها، وهم يعملوا من نفسهم وزاراتهم وحكوماتهم وصحفيينهم وإعلاميينهم وفضائياتهم وصحفهم، ويبعدوا عننا عشان مصر تمشي. طيب. عشان مصر عن 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 عندي اقتراحين، عندي اقتراح. الاقتراح الاول اتفضل. يعني انا كنت بقول ان السيد رئيس الوزراء مؤكد ان احنا محتاجين وزير الزراعه، ما اعرفش هيخش في ضمن تشكيل جديد اخر ولا هيبقى في تعيين لوزير واحد، ان هو المساله مش مساله ان انا الرئات الرقابيه بتبص فقط على الجزء اللي هو اللي هو السلوك الشخصي وان هو الراجل ايه، انما في مساله تانية مهنيه. نعم. هل الراجل ده كفء ولا مش كفء؟ اصل دي معانا ممكن يجي لي وزير اصل المفترض يا استاذ محمد، المفترض ان انا وانت وهو وهي ان احنا نبقى ايدينا نظيفه، المفترض ان كل مواطن على ارض مصر تبقى نظيف، يعني المفروض ان كلنا نبقى كويسين مش حراميه، المفترض يعني المفترض. انما احنا بقالنا سنين طويله وسمحنا ان يصل الامر الى هذه الدرجه، ان بقى في كلمه بتتقال، جمله بتتقال في مجالسنا، نيجي نقول له تعرف محمد امين، يقول لك يا سلام ده كفايه انه نضيف. يا انا اقول بقى انا رد انا على الموضوع، اقول يا سلامين، ما هو محمد امين لازم يبقى نضيف، ولو مش نضيف يقعد في طره. انما تعالى لما نيجي نقيم محمد امين نقيمه، الراجل ده كفاءته ايه في شغله؟ الراجل عمل ده، الراجل ده كاتب وصحفي، قال ايه وعمل ايه واثار قضايا ايه؟ فده الجزء الاولاني. فانا الجزء المهنيه احنا في الموضوع المهنيه نسيناه، لدرجه احنا خايف ننشغل قوي ان كل وزير نجيبه نشوف نضيف ويطلع لي بطيخه، ما الراجل مش ما يعرفش يحل حاجه. عشان كده انا بقول ان الوزير في الزراعه تحديدا اللي جاي، رئيس الوزراء يقول له تعالى سمع لي، هتعمل لي اكتفاء ذاتي في القمح بعد قد ايه، وتعمل لي اكتفاء ذاتي في العدس والفول اللي هم اهم وجبتين بعد قد ايه، والسكر بعد قد ايه، والزيوت النباتيه بعد قد ايه. انما انت بتجيب لي واحد يجي يقول لك ما تقابلنيش هنا، قابلني في الغيط، غيط ايه اللي حابله فيه؟ لازم يبقى في خطه ليه، واي وزير جاي في حاجه ما عندنا مشاكلنا يقول لنا هيحلها ازاي قبل ما يجي. معايا في ده ولا مش معايا؟ هي الحقيقه الوزير اللي كان موجود الدكتور صلاح هلال ادخل على الناس كلها انه صالح وتقي وورع، يعني يرتدي الجلباب والكوفيه ويروح الغيطان ويمر في البتاع ويمر على الجمعيات ويقعد في المساجد وبتاع. هنا الصدمه،
يعني انت حضرتك لا تتصور ان انا اليوم اللي اعلم فيه اخالته ثم القبض عليه، انا رغم ان انا مختلف في طريقه القبض عليه على فكره، يعني انا ليا تحفظي على طريقه القبض عليه في ميدان التحرير، مجرد ما نزل بعد 5 متر ولا 10 متر من مجلس الوزراء يقوم قابضين عليه بهذه الطريقه. كان من الممكن انه نرجع تاني هنا ولا يرجع هنا ولا يعني مش بالطريقه دي. لا 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 مش بدور على واحد تاني يا اولاد الحلال. لا 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 بس ما لا استناني يا عم محمد، يا عم محمد استنى، ما ال 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 انك انت تسيبه تعمل ده دي رساله. لا يا عم محمد لازم ما دام الفجر وصل مداه وما احترمتش المنصب وما احترمتش ان انا لا 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 انا اقول لك، لا انا اقول لك، ده انا اقول لك، ده انا بقول لك، ده انا فاهم دي. لا ده لازم نعمل ده الرد لما يبقى انا عايز اقول لا في دوله بقى. لا لما انت ما احترمتش، انا بس بتكلم في الحته دي من حيث الشكل، لكن بتكلم في الموضوع ان هو كمان يعني لبس لنا حته ان هو راجل تقوى ودين وصلاح، وقعد طول النهار في المسجد ويدعي وقاعد بالجلابيه والكوفيه والبتاع. الحالتين اللي تم ضبطهم او الاعلان عنهم خلال الاسبوع ده، سواء المهندس حمدي الفخراني او سواء الدكتور صلاح هلال، وانا اتمنى يا رب حد فيهم يطلع بريء او هما الاثنين يطلعوا براءه ويكون الكلام مش مظبوط، لان احنا مش غرضنا ان الناس تبقى ملوثه، احنا عايزين الناس تبقى تدينا الامل في الحياه. ده كان صدمتي ان حد بيكافح الفساد وحد بيتستر ورا الدين وبيدخل عليه ان هو راجل صالح. فده اللي خلاني متنكد، رغم انه الناس طبعا شعر بان في امل ان مصر هتنضف وان في امل ان احنا مفيش حد فوق القانون. دي اشياء احنا لا خلاف عليها. لكن انا بقول لحضرتك بقى في اختيار الوزراء في الجديد برضه ما زال عندك، هو انت حضرتك قلت حته منتهى الاهميه، ما هي اللي المفروض نمشي عليها من زمان، اللي هي المهنيه والكفاءه. هو ده اللي احنا المفروض نتمسك بيه. اما انا ابص الاقي انت بتاخد واحد لانه خلاص هو كان موجود وكان مدير المكتب مع الراجل وكان ماشي ويمكن فاهم، او انا ما هو في الاول وفي الاخر بتاع زراعه وبساتين وما اعرفش نباتات ما مالها. يا سيدي في ناس ما تقدرش تبقى عندها رؤيه شامله، يعني في ناس حتى في الصحف يا استاذ ابراهيم وانت سيد العارفين، في واحد ما يعرفش يشتغل الا الحته اللي هو بيلعب فيها بس، لكن في واحد تاني قيادي واداري يستطيع انه يدير المنظومه ويدير كل المؤسسة ويبقى ليه رؤية في تطويرها ويبقى ليه رؤية. يعني مش شرط ان انا اكون ناجح حتى في حتة صغيرة في الزراعة في بساتين ولا في النباتات اللي مش عارف ايه اللي هو متخصص فيها، وبعدين اجيبه يدير منظومة الزراعة بشكل عام. لا، وفي الصحافة في حد بيكتب خبر وما يعرفش يدير المؤسسه، في حد ممكن يعمل تحقيق لكن ما يقدرش يدير قسم التحقيقات في الصحيفه. تمام. ما يقدرش يكون رئيس تحرير. تمام. ما يقدرش يكون رئيس المؤسسه، ما يقدرش يحط لها تصور عام لنهضتها وتطويرها. فلا، بقول لحضرتك المهنيه اللي انت حضرتك اشرت لها هي الاساس. اثنين، نيجي بقى نبص على المسألة النظافه دي، المفروض انها مقدسه ومفروض انها منتهيه. يعني انا ما نيجي نبص على الاجهزه الرقابيه، الاجهزه الرقابيه اللي هي تقوله عشان هي هتتحاسب عليه، لو جابت لي واحد كان فيه عوار وبعدين احنا اكتشفنا انه مش مظبوط، الضابط بتاع الرقابه الاداريه او الجهاز السيادي اللي قدم التقرير يحاسب. وهو ممكن يكون بيلعب على انه يجيب وزير هو صاحب فضل عليه يمشيه بعد كده. لا بس وان كان قدم وقال انه مش مظبوط ولا يصلح وجه رئيس الوزراء اختاره ولا رئيس الجمهوريه، يبقى لا تلومن الا نفسك، انت اللي اخترت واحد حرامي. طيب. او مشبوه او مش مظبوط. طيب بس انا عايز كلها مسائل المفروض. طيب. الناس انتهت منها من زمان. ما كناش محتاجين نتكلم بس فيها دلوقتي. انا دلوقتي في الاطار ده انا موافقك على كل ده، بس عايز معلومه صغيره اقولها. الاجهزه الرقابيه وتحديدا الرقابه الاداريه قدمت تقاريرها ولم يؤخذ بهذه التقارير، والرئيس ملوش علاقه، دي بقى كارثه. والرئيس ملوش علاقه بهذه المساله. الاختيار بتاع الوزراء هو اختيار
محض فيما يخص الوزراء اللي هم مش الحاجات السياديه لرئيس الحكومه، يعني مش الاربع وزارات السياديه ولا لا، ده رئيس الحكومه، الرئيس بس الحاجات السياديه دي الرئيس بيتدخل فيها، انما رئيس الحكومه انا يعني نتمنى ان يكون فعلا رئيس الوزراء هو اللي بيختار الوزراء، ونتمنى ان يكون يعني انت يمكن شفت في خبر الاقاله او الاكراه على الاقاله او الاستقاله انه جاي بيقول لك بتوجيهات من السيد الرئيس. يعني الخبر الاداريه ما عرفتش محلب الاول وبعدين هو خد قراره، لا الرئيس هو اللي عارف وقال له قابل جاي لك وروح له خلاص استقيل يمشي، قبضوا عليه كانوا مستنيينه في ميدان التحرير. هذه مسائل يعني هذه مسائل مطلوب ان فك الاشتباك اللي بينها. انا ده اللي عايز اقوله بقى، احنا كنا هنعمل دوله مؤسسات. نعم خلاص احنا بقى خلاص المفروض ان ده درس اتعلمنا منه، فهنتعلم منه يبقى نعمل ده. لازم هو درس ان احنا ولازم عندنا حكومه ناس كتير يا استاذ ابراهيم بعد اذنك ثانيه واحده اذا امكن بتتكلم عن تعديل وزاري. انا كنت كاتب بقول لا حاجه ولا منطق ولا وجاهه ان يبقى في تعديل وزاري في الفتره دي، الكلام ده كان من اربع خمس ايام قبل سقوط الوزير. حتى اليوم لا يوجد اي منطق، وانا داخل على الانتخابات بعد الانتخابات انا عندي وزير بيسير الاعمال وكم مره كان في وزير بيسير الاعمال بشهرين وثلاثه. بعد الانتخابات انت عندك وزاره جديده، وزراء جداد وناس، نبدا نستعد من الان، عندنا الاجهزه تشتغل على الحكايه دي من دلوقتي، عندنا رئيس الوزراء اذا كان هو المكلف القادم يبقى يشتغل عليها من دلوقتي ويبدا يفحص اسماء وياخد وقته على جنب كده انه بيستعد لتعديل وزاري او تغيير وزاري كامل او حكومه جديده بعد الانتخابات. وفقا لدستور حكومه جديده. ايوه بعد مجلس النواب يعني لازم يبقى في حكومه جديده ونستعد لها من الان، مش استنى لما المجلس كمان يتعمل وابقى انا قاعد اعمل ايه؟ ابدا مشاورات وابدا الترتيبات والاعدادات. تمام استاذ محمد امين، انا بشكر حضرتك جدا، الكاتب الصحفي الكبير استاذ محمد امين، وكان على خلفيه الاستاذ ما حدث في الموضوع الوزراء واستقاله وزير وقبض على وزير، والاستاذ محمد امين اقترح والله انا شايفه انه اقتراح وليه، قال لك نعمل لهم جزيره هم يروحوا بقى كلهم اللي بياخد وبيعمل ده، وهم يعملوا بقى مع بعض بقى يعني بالظلم مع الظالمين، يقعدوا مع بعض هم وياخدوا من بعض هم، ومعاهم صحفيين ومعاهم اعلامهم في الجزيره ويبعدوا عننا ويسيبونا لوحدينا. انما هو دلوقتي انا بعتقد ان هذا الدرس لابد النهارده تبقى هنالك اسلوب اخر، وزير جاي وتحديدا احنا عندنا فراغ في وزير زراعه، وزير جاي انت خطتك تقدر تحل لي المشاكل دي كذا، انت جاي عشان وزير الزراعه ده يعني ده جاي عنده مهمه كذا، انا عندي استصلاح اراضي هتعمل فيه ايه؟ نمره اثنين انا عندي اكتفاء ذاتي في القمح هياخد سنه ياخد اثنين ياخد ثلاثه، انا عندي قمح حضر اكل اللي المام اللي بعمله والزيت والحاجات الاستراتيجيه السلع الاستراتيجيه دي هتحلها ازاي؟ على ضوء هذا الكلام اجيب الوزير وحاسبه سهله، انما انا اجيب حد تاني من اهل الثقه خلاص وانا ما تقدرش بقى لا رئيس الحكومه ولا اي حد هيقدر يجيب حد اهل ثقه تاني، حد يجي يقول لنا هيعمل ايه؟ وفي كل وزاره انا مشاكلنا معروفه، لان هي مشاكل بقى لها 100 سنه معروفه.